اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا ويشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي في رمضان بتجمعنا كلنا، السفره بتجمعنا، صله الرحم، العيله واصحاب العيله لازم نكون متجمعين ساعه الافطار. والميزة رمضان كلنا بنتجمع والكبير يمد ايده يفصص اللحمه يفصص الفراخ، ولكن اهم حاجه ان احنا نقدر نغير من السفره بتاعتنا، لان احنا بنتابع القناه الاولى وبنتابع الشيف المغازي ونشوف كل يوم ممكن نعمل صنف مختلف اذا كان لحوم او فراخ او اسماك. وما تنسوش طبق السلطه وطبق الفول اساسي على السفره سواء في الفطار او السحور، دول يعتبر طبعا اساسيات السفره لازم نغير منها. ولكن في حاجه مهمه عايز اقولها لحضراتكم، انك انت وتعملي السفره بتاعتك قللي من الكميات شويه وكتري من الاصناف، يعني علشان تبقى السفره متغيره وعلى حاجات كتيره قوي تقدر الاسره تختار، خاصه لو انت عامله عزومه والاكل عندك على السفره بتاعتك. انا مش عايز اطول حضراتكم لان معانا ضيفنا النهارده، وضيفتنا النهارده نجمه من نجوم شاشه القناه الاولى بنشوفها دايما تقدم لنا نشره الاخبار، هتكون معانا في الاستوديو بتاعنا ونعرف اسئله واجوبه وحاجات كتيره في المطبخ تخصها. هي طبعا مميزه بان هي بتجتهد في الاكل الهيلث اكتر ومهتمه جدا بالاكل الصحي اكتر من الاكل العادي، وخاصه كمان في الايام العاديه غير رمضان، وفي رمضان كمان السفره بتاعتها الاساسي الميه صباحا وليلا. انا مش عايز اطول حضراتكم، خلينا ناخد بعدها ونطلع فاصل صغير ونستقبل نجمتنا مع بعض. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد فاصل. بالتأكيد حضراتكم عايزين تعرفوا ضيفت النهاردة، هي مقدمة النشرة الإخبارية على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية يوميا، وتتميز بأن المية عندها أساسي، مع أن احنا كتير بنشتكي أن احنا ما بنهتمش بشربنا للماء، هي المية دي أهم من الأكل على السفرة. أكلها بقدر الإمكان بيكون هيلث بنسبة 80%. مامتها طبخة شاطرة جدا في العيلة ومعروفة بتعلم كتير، يعني خيرها على الكل. طبعا ضيفت النهارده الاعلاميه الاستاذه ايمان منصور، اتفضلي يا استاذه ايمان. مساء الخير يا شيف مغازي. منوراني يا ست الكل. رمضان كريم. الله اكرم. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه، نورتيني. الله يخليك. طبعا ما ينفعش برنامجنا في رمضان يخلص او ما يكونش حضرتك ضيفه معانا، وشك حلو علينا خليك. من اربع سنين انا كنت معاك فعلا في اول حلقه في اكله بنفس امي. المكان في نفس المكان ده. ايوه. لا وحلقتك كلها موفقه الحمد لله ومتابعينك كتير يا شيف مغازي. فاكره حضرتك اليوم ده؟ طبعا عملنا سنين. ملوخيه وكمان والله. أيوة. ما شاء الله عليك. كان اول يوم لينا هوا. كان اول يوم لينا وقلنا اكله امي طبيعي الناس كلها يعني معظمها في اول يوم رمضان. اسم البرنامج الملوخيه طبق اساسي فيها. اسم البرنامج احلى حاجه في البرنامج اسمه بصراحه، لان كلنا اكله امهاتنا غاليه على قلوبنا وما بنتعلمش غيرها في حياتنا. احلى اكل لاي حد في الدنيا واكل امه. بمناسبه ان احنا ما بنتعلمش غيرها في حياتنا، الاستاذه ايمان اتعلمت ايه من ماما؟ والله انا يعني مش شاطره قوي في الطبيخ، مقدرش انافس. مفيش منافسه. لا مفيش اي نوع من انواع المنافسه الحقيقه، بس هي يعني دايما كانت بتقول لي ان هي اتعلمت من عند ربنا، يعني مفيش حد علمها، هي اللي علمت نفسها بنفسها. حبها للمطبخ. حبها للمطبخ. وكمان في حاجه عندها وبتهيألي عند كل الامهات، ان هم سبحان الله ايدهم فيها بركه يا شيف مغازي. يعني طبعاً. حتى لما تيجي توصف لك اكله مش بتقول لك معيار محدد، هي بتحطها بالبركه. هو ده. وبتطلع مظبوطه سبحان الله. وانا شغال كده على فكره. والله. حضرتك مفيش كوبايه فريك، مفيش نص كوبايه رز، لا خالص. اقول فريك وخلاص او رز. هي بالخبره. وخلاص. بالخبره. والبركه اللي حضرتك قلت عليها ده مهم جدا. والبركه طبعا اكيد. نورتيني. الله يخليك. بمناسبه بقى انك انت يعني برضو عندك خبره ودقيقه شويه وانا عارفك منظمه جدا. معانا ماتيريال النهارده. حلو. انا بقدر كده هغششك بصراحه يعني. ها. يعني ياريت. قلبي بيحن. يا ريت. معانا شطره. معانا لحمه هوبر او قطع يعني. تمام. دي لحمه ضاني. أوكي. ومعانا فريك. حلو. والفريك ما يحبش الشريك يا استاذه ايمان. صح. طب يبقى الاكله دي اسمها ايه؟ ده طاجن فريك باللحمه. العب. ايه ده؟ ايه ده؟ لا 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 لا. تمام اهو. كويسه اهو. طيب تمام. معانا عجينه جلاش. احنا مش عايزين نفكها يعني عشان الهواء. ومعانا جبنه قريش وبيض وشويه خضره. حلو. وصينيه مدوره كده. وشويه سمنه بلدي. ده جلاش بالجبنه. تقول لي صينيه جلاش بالجبنه. اظن كده تمام يعني كده زي الفل. تمام. طيب في اكله صعبه شويه يمكن حضرتك عارفاها بالتاكيد بما انك انت يعني المطبخ برضه عندك اساسياته. معانا جبنه عكاوي. ومعانا سميد ناعم وسكر وفستق حلبي وميه زهر.
دي أكلة سورية شامية يعني. حلوة، ونوع حلو على فكرة، حلو مع الجبنة. يبقى حلاوة الجبنة. حلاوة الجبنة، لا دي ما اعرفهاش بصراحة. دي هتعجبك، انا هعملها لحضرتك. بس احنا عارفين زي فكرة التشيز كيك، مش زيها، بس فكرة الجبنة مع الحلو بتدي حاجة حلوة. طب فليفر مميز كده. بس ده لها طريقة كده في لفها يعني، هنشوفها مع بعض. ومعانا الطبق الأساسي بقى الفول، ده بيكون ده بقى السحور بتاعنا. وانا مبدع في الفول دايما، بعمله يعني في رمضان كتير، هعمله النهاردة بالزيت الحار. وهيكون في حاجة مختلفة؟ هيكون في حاجة مختلفة، يا ريت. مميزة، أنا يعني متشوقة أعرفها، لأن أنا بحب جدا الفول على السحور. حلو أوي. وبمناسبة طبعا الفول والفريك، عايز أقول حاجة مهمة جدا، الفول والفريك موثق ومدرج ضمن موسوعة الأغذية الشعبية المصرية. يعني واخدين البصمة المصرية ليوم الدين. طبعا نروح الصين ناكله، نروح اليابان ناكله، هو مصري ثم مصري. مصري الفريك مصري والرز طبعا. بكل مشتقاته بقى. فريك بالحمام، حمام بالفريك، دجاج بالفريك. طب بالمناسبه يا شيف مغازي، يعني الفول انا يعني بقيت اشوف فيه ابداعات كتير، يعني بقى في ناس تعمل فول بالسجق، عن فول بالبشاميل، مش عارفه الحاجات دي ممكن نكون مش متعودين عليها. تغيير مطلوب. بس يعني ليها يعني ناس بتحب تطلبها تاكل الفول بطريقه مختلفه كده. هو الفول عشان هو قيمته الغذائيه العاليه جدا، يفضل ان احنا نتنوع في طريقه اعداده. مثلا عملت صينيه فول بالجلاش، نفس الفول ده كده يتعمل وطبقات جلاش، ويبقى لطيف وجميل، بياخد بياض بيض ويبقى جوه الجلاش. جوه الجلاش. وغيرنا، الاولاد بيبقى عندهم اعتراض دايما، واخدين على طبق الفول بياكلوه في العربيه مثلا مع اصحابهم، بس لما يروحوا لقوا ماما عامله الفول بطريقه مختلفه وشكل مختلف بالتاكيد هيحبوه، اكيد بينبسطوا. ايوه. طب تقدري تساعديني النهارده؟ طبعا، يا ريت. تحبي تساعديني في ايه بقى؟ يا ريت تكون حاجه سهله يا شيف مغازي. حاضر، ماشي. بس يا ريت، انا يعني احب ان انا اتعلم منك. القفز ده بعد اذنك. لازم يكون. انت مفيش مشكله عادي، شيل ده من هنا كده، نوسع الدنيا شويه. اوكي. تحب تشتغل ايه؟ تساعديني في ايه يا استاذ ايمان؟ احنا هنبدا بالفريك. هنبدا بايه؟ طيب احنا هنعمل اللحمه بالفريك. هستاذنك تقلبي لي البصله مع التومه كده، وننزل باللحمه عليها. حلو الكلام. معانا اتصال. الو. الو. طيب وانت بتعملي لنا البصله كده مع التومه، حاسس حضرتك تقولي الو. الو. مفاجاه بقى. الو. ايوه بادو، كل سنه وانت طيبه حبيبتي، رمضان كريم. اتفضل. الله اكبر. مين معاكي؟ مين معاكي يا بادو؟ مين بيقول لك يا بادو؟ طيب ابراهيم. ايوه حبيب قلبي. ده ايه المفاجاه الفظيعه دي؟ دي احلى مفاجاه في حياتي. هيما ابن اختي. اهلا وسهلا. ايوه ابن اختي الكبيره، وهو الكبير على ابنك. وصلت على قلبي. الله يخليك يا حبيبي. الله يخليك. ازيك يا ابراهيم؟ رمضان كريم عليكم جميعا. الله اكرم يا حبيب قلبي. طبعا انت عارفه طبعا ان انا محروم من لمه العيله بتاعت رمضان. أيوة. مسافر قلبي. هو مسافر عشان انا مسافر. شفت بقى شاشه التلفزيون المصري جمعت الاحبه ازاي؟ معاك الاستاذ ايمان تسمع صوتها. عيدت عليها قبل الناس كلها. ايوه. ايوه طبعا، انا مبسوط جدا ان انا بشوفك والله النهارده. انتوا بتطبخوا ايه النهارده يا شيف صحيح؟ معلش الاستاذ ايمان هتقول لحضرتك المنيو بتاعنا. عاملين يا سيدي طاجن فريك باللحمه. أيوة. وعاملين جلاش باللحمه المفرومه. جلاش بالجبنه. لا جلاش سوري بالجبنه. وعاملين فول بالزيت الحار، وعاملين الحلو حلاوه بالجبنه. ده شغل عالي قوي. شغل عالي. هو في ابو ظبي. في ابو ظبي. قول لنا بقى هتفطر ايه النهارده يا غالي؟ النهارده افطرك ايه يا ابراهيم؟ والله النهارده في، انا سامع ان هيعملوا بيكاتا النهارده في البيت. سامع يعني؟ دي اشاعه لسه ما كرروش. سامع. بيكاتا بالليمون يعني او المشروب. انت ما بتشاركش يا ابراهيم؟ ايوه بالظبط كده. ايه؟ ما بتشاركش في منيو الفطار عندك؟ لا اللي موجود والله بيتاكل والله. لا بس بيتاخد رايي والله قبل كل يوم كده. ايوه طبعا. اكلت من ايد الاستاذ ايمان يا استاذ ابراهيم؟ اكلت من ايد الاستاذ ايمان سابقا؟ لا ما تتكشفش. بس في الفطار العادي يعني. في الفطار العادي. ايوه ما تتكشفش. لا ما حصلش. لا بس هي يعني الصراحه ايمان مشهوره دايما بعد الفطار اول واحده بتبقى عايزه تقوم تعمل الشاي لكل الناس اللي فطروا. دي أيوة حاجه معروفه عنها. ايوه واجب الشاي دايما عندي.
ايوه على طول. يعني تحبس بالشاي بعد ما ناخد؟ لا انا اللي اعمل للناس الشاي على طول دايما. ايوه هي على طول بتسبق بعمل الشاي الصراحه اول واحده يعني في البيت. ان شاء الله تيجي ترجع بالسلامه ان شاء الله. الله يخليك يا رب ونتجمع على خير. طيب باذن الله ان شاء الله. الله يخليك ان شاء الله في العيد بقى ان شاء الله نتقابل باذن الله. رمضان كريم يا حبيبي. الله اكبر يا حبيب قلبي. رمضان كريم عليكم جميعا. امين يا رب العالمين. اشكرك. باي باي. شفت بقى عشان عارفين انه والله احلى مفاجاه. ايه رايك؟ احلى مفاجاه. كنت تصدقي كده من لا ما كنتش متخيله اتصور قدام الدنيا كلها. عيدت على الاستاذ ابراهيم. اه طبعا ابراهيم ده غالي على قلبي. البصلات حرقت؟ انا مشغوله بالكلام معاه وخايفه على البصله ومش عارف. عادي ممكن تكلمي صاحبتك في المطبخ عادي وانت بتتكلمي. طيب دلوقتي هي انا خايفه تتحرق. هي فعلا هي ده يبقى لا بكره احنا كده كويسه كده. ما انا شلتها من النار. طيب كويس قوي. وهي ساعات ساعات تتحرق البصله منك. لا بس هي لو اتحرقت يعني ساعات مش لدرجه محروقه. ما بتغمق بتبقى حلوه. اي ده ساعات. وبمناسبه ساعات 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 بتفكرك بايه؟ احلى اغنيه لصباح. دي اغنيتي المفضله على ده بجد. والله والله العظيم. تجيب اللحمه دي كده حطها لنا وقول لنا قصتك مع ساعات. حطها. ساعات اللحمه دي نحطها على البصلايه. والله دي يعني قصه غريبه. انا مش عارفه يعني انت اشمعنى اتكلمت في الحكايه دي. لا انا دايما بحب امشي ساعه في اليوم. حلو. فلما يعني احب اتمشى احب ابقى أي بسمع. اي وقت في اليوم يعني ولا لا وقت يكون ما فيهوش حر طبعا يعني. الساعه 5 بالظبط كده. ايوه الوقت ده بحب اسمع فيه اغنيه عشان ما ازهقش من المشي وفي نفس الوقت يعني ابقى مستمتعه. حلو. فاكتر اغنيه بحب اسمعها وانا بتمشى اغنيه صباح ساعات ساعات. دي على طول دايما هي دايما لازم. اولا الاغنيه مدتها طويله بتاخد مثلا حوالي ربع ساعه. حلو. ما بين المزيكا. ثانيا انا شايفه ان كلامها جميل بشكل ومعبر عن حالات كل البشر مش يعني انا بس. يعني مثلا لها ذكريات مع حضرتك بس لا بتسمعها عشان وقتها. انا بسمعها عشان وقتها وعشان كلامها. انا مقتنعه بكلامها انه معبر عن حالاتنا كلنا ان احنا مش حد فينا بيبقى مبسوط طول الوقت ولا سعيد طول الوقت. ساعات ساعات حلوه قوي. نعمه ونعمه طبعا من عند ربنا كل حاجه. ساعات ربنا كلها حلوه. مش عارفه انا بعمل ايه. انا بعمل صح ولا غلط يا شايف مغازي؟ انا هنقلبها بقى بعد اذنك. اقلبها. ايوه تمام. اتعلمنا كده طاجن اللحمه بالفريك. عايزيني بتعلم. يعني ماما تاكلها من ايدك النهارده. ماما تاكلها من ايدك النهارده. هتبقى سعيده جدا. عمرها في حياتها ما كانت. طب المقادير على الشاشه والاستاذه ايمان منصور بتقلب اللحم الضاني مع الفريك والبصله والتومه. انا شغاله كده تمام. تمام زي الفل الحمد لله. الفريك طبعا من الاساسيات وموثق ومدرج ضمن موسوعه الاغذيه الشعبيه المصريه وواخده الشعار المصري سواء بالحمام محشي فريك فراخ محشيه فريك طاجن لحمه بالفريك. والفريك ما يحب الشريك. بس مع الاستاذ ايمان منصور طبعا حكايه. منورانا يا استاذه ايمان. بنورك يا شيف مجازي. انا مبسوطه جدا. قولي لي تحبي تاكلي ايه من ايد ماما في رمضان بالذات؟ في رمضان يعني طبعا الرز بالخلطه. اقلبها شويه انا. عشان الوقت. ايوه تحبي تاكلي في اول ما بيجي الشهر الكريم في اكله كده لازم تاكلها من ايد ماما؟ في الرز بخلطه. الرز بخلطه. في الرقاق طبعا. يعني في اول ما حلو. دي الاكلات بتاعت رمضان. الشعريه بتعمل شعريه حلوه قوي. حلوه قوي. طب السنه دي فطرتي ايه من ايد ماما اول يوم؟ فطرنا. بص انا ذاكرتي ضعيفه جدا. أيوة. مش قادره افتكر اول يوم فطرنا. لا ورق عنب. ورق عنب. ورق عنب صح. حلو كويس انك انت افتكرتي. يعني الواحد ما بيصدق اليوم يخلص بيفتكر. أيوة. ينسى كل حاجه. يعني فطرتي اول يوم كان ورق عنب. كان ورق عنب. وهي بتعمل السمبوسك بطريقه لطيفه قوي. السمبوسه يعني. حلو قوي. يعني احنا بنحاول نتخلى عن فكره المقليات. استاذنك تلفين هنعمل بس ليله الجلاش مع حضرتك. ده هو تابع ملعبك. أوكي. ايه رايك؟ تمام. خليني انا كسرونه دلوقتي نشتغل. واشرحي لنا بقى هتفطري ايه النهارده؟ النهارده هتفطري ايه النهارده ست الكل؟ ها؟ النهارده هاكل كبسه. كبسه. بمناسبه الكبسه كان معانا طبعا ضيفه النهارده. فاتعلمت من ايد مامة حضرتك الكبسه. ايوه. كذا حد الاستاذه هبه طبعا اتعلمت الكبسه من ايد. اعترفت على الهواء. الهام نمر. الاستاذه الهام نمر. ايوه اتعلمت الكبسه من ماما فريال. الاستاذه الهام نمر اتعلمت من ايد ماما حضرتك الكبسه بالظبط كده. واشادت بان ماما شاطره جدا في المطبخ. هي الحقيقه شاطره ما شاء الله. يعني هنعمل العجينه دي كده هنا.
فماما بتعلم طبعا الزملاء في المطبخ، اكيد برضو حضرتك اتعلمت منها حاجه؟ لا لسه ما اتعلمتش بس انا ناوي اتعلم ان شاء الله لازم. بس هي انا بقول لك هي عندها مشكله انها ما بتقولش المعيار. دي بتشتغل بالبركه وعندها مشكله ان هي طول عمرها، وده اللي خلانا يمكن ما نعرفش قوي نتعلم منها. حلو. مش بتحب حد يبقى معاها وهي بتطبخ. ما بتحبش حد في المطبخ. ده في ناس كتير كده يا شيخ مغازي. لا مش كده يعني، هقول لك على حاجه، اللي عايز يعلم حد هيعلمه، بس في تركايه بيحتفظ بها لنفسه. اكيد ماما طبعا بتقول التركايه لان هي مش عايزه منافسه هنا. فعادي يعني ممكن تكون مش عايزه منافسه. انا هعمل دلوقتي الجبنه القريش. استاذه طبعا ايمان هتعمل لنا طبقات الجلاش مع الجبنه القريش، مقاديرها على الشاشه. جبنه قريش بالشكل ده كده مع حبه البركه اهيت. استاذه ايمان هحط عليها بيض. على الجبنه بيض؟ على الجبنه بيض عشان تتعمل صينيه في الفرن. حط عليها شويه بقدونس حلوين مفرومين. بمناسبه البقدونس والكزبره في سؤال صعب شويه النهارده، عايز حضرتك تطلعي لي البقدونس من هنا. اهو ده البقدونس. ده البقدونس. عايزين نشوف تفاصيل الفرق بين البقدونس والكزبره من الاستاذه ايمان. ده صح البقدونس؟ انت قولي انت. انا عايز دلوقتي بقدونس عشان اقطعه على الجبنه دي. تمام. ده البقدونس. ده البقدونس. ولا ايه؟ انت شككتني في نفسي يا شيخ مغاش. لا ما انا هاخد من ايد حضرتك واقطع. طيب ده البقدونس. ايوه صح، عشان انا مش واثقه بنفسي في المطبخ. بس انا طلعت صح. انت طلعت صح. ايوه. طب المفروض اقول الحقيقه ولا ايه؟ لا دي كزبره مش بقدونس. بجد؟ والله لا 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 بجد؟ لا مش معقول. دي كزبره. دي كزبره. ده البقدونس ودي كزبره. دي كزبره. لا ده موقف وحش قوي. لا بجد. ده فعلا؟ بجد والله العظيم كزبره. دي كزبره وده البقدونس. ده حتى يعني حبيت اساعد حضرتك، تراجعت في انك تغيري رايك، بس انت مصممه ان دي بقى. حسيت ان انا واثقه. كزبره. كزبره ما تجيش على الجبنه خالص. لا انا عمري ما هنسى بعد كده البقدونس في حياتي. بعد الموقف ده. ده بقدونس؟ لا. لا انت لخبطت. لا والله العظيم. لا ايه؟ طب انا ماشي اوكي، ده شبت. ده الشبت. ده الشبت. ده الشبت. طيب يبقى ده البقدونس اكيد. لا لخبطتني يا شيف مغازي بقى كده. بوظت مع ده البقدونس. ايوه اوكي. يعني انا صح؟ طبعا صح، طبعا صح يا ست الكل. قولي لنا الميه في 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 حياتك، الميه على السفره بالذات بتمثل ايه؟ لا انا الميه بالنسبه لي جزء مهم في حياتي. ده اسلوب يعني. في البعض البعض ما يحبش الميه كتير، يعني بيستغنى عن يعني عصير طالما بيشرب شوربه. يعني دايما دكاتره التغذيه بتنصح بشرب الماء، ونروح البيت ننسى النصيحه دي. حضرتك بقى؟ لا ما انا عشان خاطر اواظب على النصيحه دي انا بعمل حاجه في حياتي، ودي اللي بتشجعني على شرب الماء. اي مكان بروحه لازم ازازه الميه معايا. حلو. ايا كان المكان ده ايه. اصل الناس بتنسى شرب الميه طول ما هي بره البيت كمان. يعني مش افيد حاجه للجسم شرب الميه. طبعا طبعا. ولو شربتها في كوبايه مش هتاخد الكميه اللي الجسم محتاجها. حلو. حلو. فان ازازه الميه تبقى معاك ويبقى عندك هدف او تارجت طول اليوم انك هتخلصها. يعني مثلا حضرتك ممكن تشربي قد ايه ميه في اليوم مثلا؟ لا ممكن ازازتين اللي هي اللتر ونص. بس تبقى معايا. ما هي لو هي مش معايا طول الوقت عمري ما هشربها. هتنسي. هنساها. مظبوط. لكن طول ما هي جنبي هعمل التارجت ده وهخلصها. دي مهمه جدا. طبعا بتلعب رياضه برضو اساسا، موضوع المشي ده اساسي. لا هو المشي. المشي. حلو قوي. والمشي مفيد جدا. طب الاستاذه ايمان منصور ايه الطبق المفضل ليها في بدايه الشهر الكريم؟ يعني اول ما بتعرف ان رمضان بكره يبقى هناكل كذا. بحب الرز بخلطه والشعريه بالمكسرات والخلطه. ده بالنسبه لي مرتبط برمضان. ده اساسي اول ما بيجي الشهر الكريم. حلو قوي. طيب تسمح لها تبل دي كده. تبلها بشويه بابريكا، ده الجبنه وشويه كمون. ايه رايك؟ مش هنحط ملح لان الجبنه فيها ملح. وهنقلب الخليط ده كله مع بعضه. واستاذن حضراتكم هناخد بعضينا ونطلع فاصل، ونرجع بعد الفاصل مع الاستاذه الاعلاميه ايمان منصور نشوف ازاي طبقات الجلاش مع الجبنه القريش هي طبعا اللي هترسم اللوحه دي وندخلها الفرن، ومعانا طاجن اللحمه بالفريك، ومعانا كمان حلاوه الجبنه بالقشطه، وما ننساش طبق الفول بتاعنا النهارده فول بالزيت الحار. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع الاعلاميه الاستاذه ايمان منصور. استاذه ايمان منورانا في الاستوديو. ربنا يخليك يا شيف مجاهد. مبسوطه انك معايا النهارده جدا. طب هتستفيد ايه مني النهارده؟ لا عرفت خلاص بدايه جداً. الطريق بداته معاك. حلو. البصله الاول. أيوة. وبعدين نحط مع الفريك. مع الفريك اللحمه الاول. وبعدين نحط الفريك. هي الفكره البصله لما تتحمر شويه وتاخد لون بتدي طعم للفريك. ما بالظبط انا ما حسيتهاش اتحرقت. لا لا ما اتحرقتش. انا بهزر. انا بقول لك يعني كنت يعني خدك الحديث مع منظمه جدا. طب احنا هنعمل دلوقتي صينيه الجلاش دي بالجبنه. ممكن حضرتك تعملي طبقات كده؟ تمام. احنا حطينا الاول طبقتين ولا ثلاث طبقات جلاش. حلو. صح؟ حلو. دلوقتي دي الجبنه. نحط كمان طبقه بعد اذنك. نحط طبقه كمان واحده اهي حضرتك حطها. احنا حطينا الجبنه على بيضتين. بيضتين. صح حسب الكميه على البقدونس. استاذه ايمان انت بتخش المطبخ؟ بخش المطبخ. بتعملي اكل ايه؟ بص حاجات يهمني يعني. اعرف حضرتك انت دخلت المطبخ دلوقتي هتعملي اكله او حابه تخش المطبخ النهارده هعمل اكله. هو في حاجه انا اتعلمتها جديده. فضل. سهله. هي شوربه الطماطم. تمام. حلوه. وشوربه الطماطم عملتها في المطبخ. عملتها ازاي؟ بدي احسن. هقول لك. هي المكونات طماطم. وبصل. حلو. والجزر وبطاطس طبعا بيتسووا على النار مع ملح وفلفل. حلو. تمام. وبعدين بيتسابوا بعد كده بعد ما بيتسووا مع بعض يتسابوا يبردوا شويه. حلو. وبعدين يتحطوا في الخلاط. حلو. برافو. وبعدين شطار اول. ايه احنا شطار. ايوه والله. لو بدات الطريق هكمله. وبعد ما يتحطوا في الخلاط. تمام. بنصفيهم طبعا. حلو. ويتحطوا على النار تاني. لما يتحطوا على النار في حاجه تانيه ممكن تضاف عليهم يا شيف مغازي. كوبايه لبن على شوربه الطماطم. حلو. بتطلع طعمها لطيف جدا ده اولا. ثانيا سهله. وبسيطه وبتهيألي مش مكلفه يعني مش مضطر كل يوم وصحية. تبقى على السفره او صحيه لازم فراخ شوربه. فراخ او لحمه. ممكن نستبدل اللبن بالكريمه ممكن بس هتكون اتقل. ايوه اتقل. لو حد ما يقدرش على الاكل التقيل اللبن يكون افضل. انا هحط الجبنه والبقدونس كلها. صح. حط الكميه كلها مفيش مشكله. تمام. انا عارف ان ماما اسكندرانيه. هي والاسكندرانيه شطار جدا في السي فود طبعا في الاسماك كلها. تحبي تاكلي من ايد ماما ايه بقى في السي فود؟ جدا. جدا. ليها في السي فود جدا كمان. تحبي تاكلي من ايديها هي؟ هي بتحب طبعا كل حاجه طبعا بتعملها حلوه. اكيد. هي بتحب تعمل الاسماك كلها. السمك اللوت بتحبه قوي. حلو. مع البطاطس طبعا. في كمان السمك بقى البولتي والمقلي وبتحب الشبار جدا. بس ده بنجيبه مشوي بس ليه مواسم معينه عشان يبقى فيه بطروخ. بتعمل طاجن كلاماري يجنن. ده كل اصحابي بيحبوه من ايديها. والجمبري والكابوريا يعني زي محلات السمك بالظبط. طبعا بالنسبه لها السي فود ده مدرسه يعني. مدرسه وهي بتحبها. هي بتحب تعشق الاكله دي. شوربه السي فود بتعملها لك اكيد طبعا. لا ما بنعملش شوربه السي فود بصراحه. مش تسلمين. مش بنركز. حلوة. عليها. عجبتني كده الخلطه. طيب تمام زي الفل. هنحط بقى رقه كده كمان. ايه رايك؟ على الوش كده وناخدها كده علشان تيجي بالشكل ده كده. ايه رايك؟ تمام. حلو. كملي حضرتك. سهله. اي بس اجرب. حط لنا اربعه بس. اربع رقات من دي. حطينا واحده بقي ثلاثه. اوكي سهله والله. سهله عشان انت بتعمليها. هندخلها الفرن دلوقتي ونحط عليها شويه سمنه على الوش وندخلها الفرن. طب الموضوع بسيط اهو. لا المطبخ على فكره من الحاجات السهله الممتعه زي ما انت عندك بالنسبه للمشي كده ساعات ساعات وخلاص برمجت نفسك تسمعي. بجد والله العظيم هو المطبخ كده. ممكن أيوة برضه تشربي القهوه بتاعتك. ايوه هو متعة اللي بيحبه. تشربي القهوه بتاعتك وداخله بحب هتعملي حاجه حلوه اكيد هتطلع معاك الحاجه حلوه. انا كده احط كمان رق ولا كده كفايه؟ شفت نعم ست الكل. احط كمان رق ولا كده كفايه؟ احلى صينيه جلاش عملتها. تمام. ومين هيشهد للعروسه؟ ايوه طبعا. مين؟ قولي الو. مامتها. قولي الو. الو. اهلا. ايوه يا ماما فريال. اهلا يا بدو. ازيك يا ماما؟ بتقولي يا بدو يعني انا اسمي ايمان بس يا إيمان. اسمي في البيت. لا لا عادي. أيوة. قولي يا بدو عادي. ايوه يا ماما. ايوه ازيك. أيوة يا حبيبتي. اللي انت بتعمليه اتفرجتي عليا؟ الله يخليكي بخير. متفرج بس لاقياكي مش عارفه حاجه خالص.
بصراحه. لا ليه بس، هو الشيف مغازي عمل فيا مقلب بتاع البقدونس والكزبره. انا بس عشان مش واثقه من نفسي. عايزه كرسي كبير قوي بقى كده، مش نافع بالطريقه. لا 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 بس بدانا الطريقه اهو، عملنا الجلاش اهو. لا برافو برافو، ده كل ده هيطلع ايه بس. ربنا يخليكي ليها يا ست الكل. يا رب. الله يبارك فيك يا ابني، الله يبارك فيك. قولي لي، انا عارف ان حضرتك اسكندرانيه وشاطره قوي في عمال الاسماك. الله يبارك فيك. ايوه قولي عايز ايه. الاستاذه ايمان تحب تاكل من ايد حضرتك ايه في السي فود؟ في الاسماك. في الاسماك الطاجن الكريميري، الجمبري طبعا، الكشك الاسكندراني، كل حاجه. كل حاجه السي فود بيبقى حاجه جميله قوي 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 يعني. خلي بالك هي كمان الجمبري هي بتجيبه مش متنظف، هي اللي بتنظفه بايديها واحده واحده. دي اكتر حاجه بتتعبك في الجمبري صح؟ طبعا عشان لازم اشيل السلسله بتاعته عشان ما يبقاش فيها رمله ولا حاجه للي ست الكل يعني. ايوه الاستاذه ايمان لما تكون في البيت كده والوقت متاخر وعايزه تاكل، تتوقعي مين هتخش المطبخ تعمل ايه؟ تسلق مكرونة. حلو. تسلق مكرونة ولازم التلاجة يبقى فيها لحمة معصقة. لا يعني ما تعصقش. لا طب أستاذك دخل دي الفرن كده. أوكي. لحمة معصقة هي تسلق المكرونة وتاخد اللحمة المعصقة وتسلق تبقى لحمة مع البولونيز صوص مثلا، أو مع اللحمة مكرونة باللحمة المفرومة يعني. ايوه مكرونه لحمه معصقه من غير طماطم. غير طماطم، من غير طماطم كمان يعني، ما عشان ما تبقاش فيها يعني سعرات حراريه عاليه. يعني تسلق المكرونه وتحط عليها اللحمه المفرومه وبس. حلوه قوي كده. حلوه قوي. حاجه او تونه. حاجه 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 تعلم حاجه حاجه ان شاء الله. تعلم حاجه حاجه ان شاء الله. طب الاستاذه ايمان تحب تاكل ايه دايما من ايد حضرتك في بدايه الشهر الكريم؟ اول ما بيجي رمضان كده، عارفه ان ايمان بتحب ده، هعمله لها النهارده في اول يوم. والله انا ان شاء الله بكره النهارده في كبسه. بكره باذن الله حمام محشي بمشيئه الرحمن، ما لسه بتناقش. اعمل فريق احشي بفريق. هم بيحبوه بالرز. ربنا يخلي لك ماما. احشي بفريق يا رب يخليك. الاستاذه ايمان متعبه في اكلها يا حاجه؟ لا مش قوي يعني. مش قوي. مش قوي. مش قوي يعني. مش قوي يعني. طيب انا عامل طاجن فريك النهارده الاستاذه ايمان اللي عملته على فكره، دي المفاجاه بقى، حضرتك مش متابع الحلقه من الاول. تسلم ايديك يا حبيبي، تسلم ايديك يا ابني. تحكي لي، قلت مثلا ايه الشائع مثلا، هي اللي حمرت البصله وحطت عليها اللحمه وشفتها ازاي. اديتك الشبت بدل الكزبره والكزبره بدل الشبت. هي هتفضل ماسكه لي على فكره. الاستاذه ايلام نمرت، اعترفت هنا في الاستوديو ان حضرتك علمتيها الكبسه. الكبسه. الكبسه السعودي دي. بتشيد بيها يعني. انا بعملها كويس يعني. بتحبي تعلمي طبعا زمايل واصدقاء الاستاذه ايمان اكيد. يا انا بحبهم كلهم ولادي بصراحه. ربنا يخليك يا ست الكل ويطول في عمرك يا رب. كل حاجه من ايدك حلوه يا امي. تسلم يا ابني. واهلا بيك والله. أشكرك. اهلا بيك. اشكرك. نورتينا. ماما زي العسل. مع السلامة ماما فريال. يا بختك عندك ماما مريحك. يا رب يخليها يا رب. وواضح انك انت بتحسي بتعبها في المطبخ. طبعا. انت عندك اصعب حاجة تنظيفي الجمبري، يعني انت بتحسي فعلا. اصعب حاجة في السي فود لانه حقيقي بيتعبها جدا. جدا. بس هي بتبقى حريصة، يا ما تثقش في الراجل، لازم هي اللي تعمله بايديها عشان تقدمه بالشكل اللي يرضيها. مش بتساعديها؟ بتخش تساعديها؟ لا هي ما بتقبلش والله. خالص. يا شايف مغازي. هي ما بتحبش. ما بتحبش حد يساعدها. هي بتحب تركز في شغلها مع نفسها. شم ريحه حلوه هنا. شم ريحه. ايه رايك؟ والله تفتح النفس. والله تسلم ايدك. شفت ازاي الفريك بدا مع اللحمه الضاني مع التوابل مع البهارات؟ لازم ده يستوي كده براحته على نار هاديه. تمام. او يخش الفرن بعد كده طاجن. يا بعد ما هنسويه هندخله الفرن. هيدخل الفرن بس يكون استوى خلاص. لا بس هي الريحه ما شاء الله يعني. الله. تفتح النفس. طيب انا هعمل دلوقتي حلاوه الجبنه. دي كان المفروض نعملها امبارح، الوقت ما ساعدناش، فانا وعدت الساده المشاهدين نعملها مع بعض النهارده. انا نفسي برضه. عباره عن جبنه عكاوي تتنقع في الميه موجوده معانا، ومعانا سميد ناعم وسكر وشربات وفستق حلبي او فستق ناعم، مش زي ما ده الفستق اللي بيتحط دايما على وش الحلويات. تمام. وميه زهر. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي سريعا كده،
طيب ناخد بعدنا ونطلع فاصل صغير. بتطلعينا فاصل انت يا استاذ ايمن؟ فاصل اخباري او فاصل اعلامي يعني؟ لا يعني اخباري في المطبخ صح. عادي عادي بتتكلمي عادي. انا لسه مع الشيف مغازي في اكله امي، استنونا بعد الفاصل. الله حلو قوي. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لاحلى صينيه جلاش بالجبنه القريش، خير الريف المصري والصعيد المصري. احلى اكله احلى أكلة. ناس احلى ناس. هو دي، ايه رايك فيها؟ لا هايله واحمرت بسرعه على فكره، لان انا حاطط عليها سمنه بلدي. الله، والبلدي يوكل طبعا. هو ده. ايه اكتر اكله بتحبها او بتطبخها وانت مبسوط يا شيف مغازي؟ يا ويلي كتير. ايوه شفت الجلاش ده كده؟ حاضر زي الفل، تسلم. كمان نصلي طلع ده كده. حاضر. احلى اكله بحبها ملوخيه بالارانب. بتطبخها يا ليها طاجن بامي في البيت؟ لا المدام بتعملها لي. انا البيت بخش قليل جدا في المطبخ للامانه يعني. معقول؟ يعني بعلم وبعد كده يتحملوا المسؤوليه. ايوه ما بتساعدش المدام في البيت. بساعدها في حاجات انا بحبها يعني. أوكي. لو في اكله بحبها انا لازم اخش المطبخ اعلمها. طيب انت قلت لي بقى على موضوع ساعات ساعات، انت وانت بتطبخ بتحب تغني حاجه او تسمع حاجه؟ بحب اسمع عبد الحليم. حلو. يعني بجد يعني بيشجعك على انك تطبخ بمزاج. لازم اشرب، يكون لازم دايما القهوه معايا. دي سمنه بلدي اهيت. احنا كده دخلنا على الحلاوه بالجبنه صح؟ المشاهدين عايزين يشوفوها النهارده. دي سمنه اهيت. حط على السمنه دي كده شويه سميد حلوين. عايز اعملها لحضرتك النهارده هديه. ربنا يخليك يا شيف مغازي. السميد ده كده يتقلب في السمنه. واستنى على السميد يشرب السمنه. تمام. ويشبع من السمنه. اهو. شفت ازاي كده؟ دول كفايه قوي. والميه بتغلى عندي والشربات. دي اكله سوري الحلاوه بالجبنه دي؟ حلاوه الجبنه دي حلاوه يعني هي مشهوره جدا في سوريا وفي لبنان يعني. في المطابخ الشاميه عموما يعني. ده السميد الناعم اهوت. الجبنه الحلوم دي تكون معانا كده. طبعا احنا من امبارح نعناها في ميه ونتخلص من الملح لان هي مالحه. لازم نتخلص من الملح بتاعها. بالشكل ده كده. والسميد التحميره دي كده. استنى المقادير على الشاشه. طب تمام، سميد ناعم، جبنه قريش، لا سوري جبنه عكاوي، انا اسف، جبنه عكاوي وميه زهر وشربات. واستنى على السميد لما يديني الرغوه دي. بص يا استاذ ايمن اهي، انا عايزك تتعلميها، دي سهله جدا. هو السميد على السمنه. مش لازم تشتغلي بالمهاره اللي الشيف بيعمل على فكره. اي حاجه تعملها ست البيت في المطبخ هي شربات. الميه من ده شربات. ايوه طبعا. انا بص الاعتراف يعني لازم واحد يعترف. لا صح. اي حاجه الشيف بيشتغل كده عشان بياخد فلوس؟ لا لا ده بالك. دي ليها طعم ودي ليها طعم. لا موضوع. بص شوف السميد عمل ازاي في السقه. ده سميد. هي الجبنه الحلوم هي الجبنه العكاوي؟ لا الجبنه العكاوي غير الجبنه الحلوم. الجبنه الحلوم دي اللي بتتشوي بتتقدم مع طبق السلطه. الجبنه العكاوي اللي هي بتاعت الحلويات. اوكي. عندك صينيه كنافه حلوه بالجبنه العكاوي. صينيه بسبوسه حلوه بالجبنه العكاوي. حلاوه الجبنه اللي هعملها دلوقتي. بنزل على على السميد ده بزبيط الزهر. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. حلو. شفت ازاي؟ وانزل بالشربات. حلو يا ست الكل. جميل. ونقلب كده. سهل لغايه دلوقتي. سهل بس زي الفل. كاني بعمل ايه؟ عصيده. نقول مثلا العصيده اللي هي عباره عن دقيق وشربات. تمام. ونستنى عليها هسه كده تاخد غلوه. بس احس ان هي بتغلي. هنزل بالجبنه دي كده واقلبها. بس بتحب خلصت. تطبخ الحلويات اكتر ولا الحوادق؟ حلو السؤال ده، جميل جدا. انا اميل للمطبخ الشرقي خاصه المطبخ اللبناني والطلياني. دول عشق بالنسبه لي يعني. انا كمان. والمطبخ العربي عشق كمان. الكبسه طبعا. والمطبخ المصري طبعا. ما المطبخ المصري على فكره لما نرجع هو تركيبه هو من المطابخ دي كلها. بالظبط. وده الاساس. هو في تنوع هو من اللي كل حاجه. المطبخ كلها. خدت بالك. فكمان لازم الواحد بقى يغير من اساسيات الاكله ومنظومه الاكله. يعني مثلا الفريك عملناه طاجن النهارده. ايه المشكله لما الفريك ده نحط معاه شويه زبيب؟ يعني دي اضافه مش يعني انا مثلا اول مره كنت من ايد الاستاذه هبه حسين بالزبيب. بالزبيب كانت رهيبه.
على فكره دي عارفه احنا كمان بنعملها كده بالزبيب وساعه المكسرات بتطلع روعه. الزبيب ده فيه سكريات، السكريات مع الطماطم والحموضه بتاعه الطماطم والاكسده بتاعه البتنجان بيعالج المشاكل دي كلها. معقول؟ طبعا. دي معلومه ما اعرفهاش بقى. بس هي فعلا حاجه يعني طعمها ممتع. تحطي معلقه سكر على الطماطم، هننزل بالجبنه كده، ننزل بالجبنه وقت كده اهو زي الفل، ونقلب زي الفل. تمام كده حلاوه الجبنه فيها طعم ميه الزهر والشربات. والشربات طبعا دي مش هتنفع معانا بقى، لان لازم تكون حاجه قويه هنا نقلب بيها زي دي كده. دي لازم طبعا لما نشتغل في الحلويات ما يكونش معانا لا توم ولا بصل ولا اي حاجه. شوف بدات الحلاوه، بص ازاي عشان الطعم ما يتاثرش بالحاجات. أيوة. دي هتن نقلب كده لغايه لما الجبنه تسيح وتدينا الخيوط الحراريه بتاعتها. شفتي هتطلع معايا لسه. دي نفس الفكره بتاعت شده الحلاوه الكنافه بالجبنه. ايوه مظبوط، الكنافه بالجبنه بنعملها بنفس الطريقه، ندوب الجبنه. دي مشهوره او منتشره دلوقتي مزبوط. في محلات في السحور يعني. في السحور وفي الحلو في رمضان. تن نقلب كده، شفتي بدات تشد معايا ادي اول ما تشد معاكي كده والجبنه تسيح تبقى خلاص طلعت اهي. دي بتتعمل بقى طريقتين، تتقدم كده زي ما هي وتتقطع مربعات او بشكل طولي يعني، او ان هي تتلف ويتحط جواها قشطه وتتزين بالفستق الحلبي وميه الزهر. تتلف ازاي بقى؟ تتلف رولز كده زي المربعات يعني، يبقى جواها القشطه وفي نفس الوقت كمان تتزين بالفستق الحلبي. شفتي دي حلوه الجبنه، بتدي تقلبي فيها كده لغايه لما الجبنه تسيح خالص. تمام. مجهز طبق للتقديم كده. بس دلوقتي انت مش ملاحظ يا شيخ مبادئ ان الستات بقت تميل انها تشتري الحلو جاهز اكتر من انها تعمله في البيت؟ والله لو جيتي للحقيقه يفضل ان الحلو يتعمل في البيت. لا بس ما بقاش دلوقتي، الناس بقت اسهل لها تجيب الحلويات من بره. ما هو ما بقاش دلوقتي ده غلط. ليه؟ السكريات اتحكم فيها في كميه السكر، كميه التوبنج، اذا كان هنعمل كنافه، الحشوه بتاعتي قشطه دسمه مش دسمه. عشان السكريات مشكلة في البيت مع كبار السن طبعا، مع الناس اللي هي ممكن يكون عندها مشكلة صحية. فان انا اعمل الحلو في البيت كده انا بتحكم في كمية السكريات زائد الطعم بقى. في واحد يحب السكر كتير، واحد يحب السكر مثلا. الكنافة البيتي احنا نسيناها من كتر الكنافة اللي بتطلع دلوقتي، كل سنة بيطلع موضة جديدة في الكنافة. ده قصة دي، الكنافة دي مهرجان الكنافة دلوقتي، مع ان الكنافة البيتي احلى حاجة. طبعا. ما الفول عملناه خلاص اهو زي الفل. تمام شفت ازاي؟ شفت دي حلاوه الجبنه، حلاوه الجبنه. تمام زي الفل، ريحتها روعه. ايوه خلصت حلاوه الجبنه، بسيبها تبرد بقى. دي المفروض تتاكل ساقعه مش هي تتاكل لما تبرد اكيد طبعا. كده نمسك الفوز. انا عايز بقى حضرتك بايدك كده اعمل زينين لل اوكي. ايوه ايدك. هحاول. حلو تسلم ايدك. انا بعمل حاجه عمري ما عملتها في حياتي فسامحوني. يعني هي لها طريقه في التزيينه كنت حابب حضرتك تعملها، بس يلا زي بعضه عشان الصوره. طب ايه ممكن حضرتك تعملها؟ ايوه معلش خلاص لازم نعملها كده. من على الطرف. ايوه بس حصل خير. يعني هي ديت يعني روحها الفستق الحلبي. تقدم كده وبعد ما تبرد تقطع بقى بالسكينه زي الكنافه بالظبط بألف انا وشفا، بس لازم تكون غرقانه فستق. ألف انا وشفا. ايه رايك في المنيو بتاعنا النهارده؟ لا حلو. طبعا يعني هو رمضان الفول عملناه بالزيت الحار. الفول موجود بالزيت الحار. الفول ده من الاكلات برضو الموثقه والمدرجه ضمن موسوعه الاغذيه الشعبيه المصريه، والفول تروح اي مكان يقول لك فول مصري. طبعا. واللي يجي مصر هنا لازم ياكل الفول بالطعم المصري. وهو طبق رئيسي في السحور طبعا. في السحور ده طبعا، بس لازم ناكل معاه سلطه خضراء او جبنه قريش. يعني طبق جبنه او طبق سلطه عشان ما يبقاش تقيل. ما يبقاش تقيل وكمان يساعد على الهضم. لان الفول انت عارفه الالياف بتاعته والبقوليات عموما يعني. اكيد كترها مش كويس. والفول بيطلع منه البصاره الاكله المصريه الشهيره. طبعا. بيطلع منه فول بالقوطه، فول بالزيت الحار، فول بالزيت السمسم،
اصبح ان الفول دلوقتي من ضمن الموثوقات والمندرجات في الاغذيه الشعبيه المصريه اللي هي العالم كله يعترف ان الفول مصري. وفي كمان مكونات بتخش عليه جديده، في ناس بتعمله بالبيض، في ناس بتعمله بالسجق زي ما قلت لحضرتك. وتعمل باللحمه المفرومه. باللحمه المفرومه انا عملته صينيه بالجلاش بالفول. البصاره تتعمل طبعا، البصاره دي اكله امي لا يعلى عليها. وعندك كمان الطاجن الحلو الفريك ده، يعني الاكل يعتبر النهارده برده مصري، بس هي حلاوه الجبنه شويه واخده الطابع الشامي شويه، بس هي خلاص خدت الطعم المصري. يعني خدت الطعم المصري، ما احنا بنحط الاضافات بتاعتنا برده يا شيف مغيث. بمناسبه الاضافات بتاعتنا، مطلوب من الاستاذه ايمان النهارده مهمه صعبه. ايه خير؟ هي مش صعبه لحضرتك، انت كل يوم في الموضوع. حضرتك اللي بتنهي الحلقه معانا. بس انا عشان انهيها لازم انهيها بطريقه الشيف مغازي، صح؟ هحاول. ازي رايك زي ما انت عايز. لا ازاي طبعا، ده برنامج حضرتك. لا اتفضل. يعني شيف مغازي ليه لازمات كده الناس ارتبطت بيها وحبته من خلالها، ودايما بيختم برنامجه مطبخنا فن رؤيه ابداع. منين يا شيف مغازي؟ اكيد من مازبيرو. شكرا لكم. We'll be right back.